Gucci flames, Gucci foam, like a pumpkin band. What has gone again in an alley cat? صراحة حتى شي واحد فينا ما كان عارف باش غادي يسالي هاد العجب هذا كامل اللي بدا. بقيت انا كنشوف الدراري وكنلقى كل واحد فيهم هز داك الهم في شكل، كل واحد هز الهم مع راسو في شكل. بقيت شويه وانا نفكر مع راسي، قلت دابا انا اللي قريت داك الشيء باش جا هاد العجب لعندنا من النهار الاول، دونك هاد الشيء راجع على ودي انا، وانا اللي طلبته. الدراري ما عندهم حتى شي دخل. قلت للدراري انا غادي نخرج بوحدي شي وغادي نهضر مع هاد الشيء اللي كيزدح في الكوزينه وغادي نشوف اشنو غادي يوقع، واللي بغات تكون تكون، المهم نتوما ما تقاسوش بهذا الحقاش هادشي جا على ودي انا. الدراري كاملين اوف كورس ما وافقوش وقالوا لي يا اناس غير خلينا مجموعين شويه وهادشي كامل غادي يوقف وغادي نخرجوا بحالنا وهادشي كامل غادي يبقى غير تعاويد. غير قلت لهم صافي واخا، وحنا نحسوا بالدار كامله كتحرك بحال شي زلزال جا شويه، داكشي كامل وقف. حنا كنا تجمعنا كاملين في القنش ديال البيت لحقاش كنا مخلوعين، شويه الباب بدا كيتحل واخا حنا كنا سادينو بالساروج وعاقلين باللي سديناه بالساروج، وهي تبان لنا واحد البنت لابسه كلشي في الكحل وكيبان وجهها اللي كان بيض بزاف وفيها بزاف ديال الضربات. كلشي ديك اللحظه بدا تيقرا في القران لحقاش كلشي تخلع، وكل واحد واش يقرا وكل وحده وإنا صوره من القران تيقرا. واحد الدري صاحبي هز واحد القرعه اللي كانت حداه هو يشير بها لديك البنت، يعني بغى يضربها بديك القرعه. ديك القرعه وقفات في الطريق ديالها. شويه صاحبي بدا كيتخنق بوحديته بحال شي واحد جالس كيخنق فيه، وداك الواحد ما كيبانش لينا حنايا. عرفنا باللي ديك اختنا هي اللي شداتو. انا بديت كنطلب فيها وكنقول لها غير تلقيه ونديروا ليها اللي بغات. عييت ما نهضر. شويه صاحبي ما بقاش كيتخنق وهي تقول نتوما غادي تخرجوا من هنا كاملين وبغيتك تبقى انت بوحديتك هنايا، وشيرات بصبعها ليا انايا. الدراري في الاول ترجلوا معايا وما بغاوش يخرجوا، ولكن انا قلت لهم في الاخر غير خرجوا وخليهم لحقاش شفت صاحبي كيتخنق، ما بغيتش شي واحد فيهم يتخنق. لهاد المره تصدقات لها بالصح قشي اصلا ميته ما خسرات شي حاجه. صافي قلت للدراري غير خرجوا وخليوني الله يرحم لكم الوالدين، حتى ولا جات دقه فيا راه غفي راه ماشي شي مشكل. المهم ما مشوش فيها كاملين، ولكن واخا هادشي كامل صحابي ما بغاوش. واحد فيهم قال لي والله ما غادي نخرجوا من هنا، يا غنموتوا كاملين يا غنبقاو كاملين. في ديك الساعه ملي قال هذه الجمله جا شو واحد التصرفيقه قاصحه حتى طاح في الارض. تما الدراري كاملين عرفوا باللي القضيه راه ماشي ضحك. قلت لهم غير هزوه وخرجوا وانا غادي نحاول نفاري هادشي هذا. هي هذيك خافوا كاملين ومشاو خارجين وهي خوات لهم الطريق، وهي غير كتشوف فيا انايا وحاضي يعني وما كتحيدش عينيها كاع عليا. خرجوا الدراري صحابي هو تضرب الباب وراهم بحال الا شي حاجه سدت الباب بالجهد. وفي نفس هذا الوقت هذه ديك البنت تبدلات في مره، ولات زوينه وما فيها حتى شي ضربه وما فيها والو، ولات تيتيزه. جات كتقرب حدايا وهي تقول لي شوف ما تخافش انا ما كنت باغا ندير لك حتى شي حاجه من هادشي كامل، ولكن ما كانش خاصك تمشي تقلب كيفاش تحيدني، وحتى ولا حاولتي راه صعيب دير داك الشرط اللي غادي يجيك من داك الشبح. لحقاش كما شفنا في الحلقه اللي داز لقى واحد التعويذه في واحد السيت اللي غادي يجي عندك واحد الشبح، هو غادي يطلب منك واحد الحاجه وانت خاصك دير ديك الحاجه في مده 13 ساعه، ولا درتيها يمكن لك تطلب منه اي حاجه. سو هما بغاو يديروا هادشي كامل باش يطلب منه ديك الحاجه ويقول ليه يحيد عليها هاد الجنيه، ولكن دابا هي قلت لي بلي راه صعيب داك الشرط اللي غادي يجيك من داك الشبح. انا جيت على ودك وباغي ندير اي حاجه بغيتيها. انا صراحه ما فهمتش والو من ديك الهضره اللي قالت لي، بقيت غير كنشوف كيفاش انت هي ضربتي صحابي وخربتي لي حياتي، ودابا كتقولي لي راه جيتي على ودي وباغي ديري اي حاجه بغيتها. هادشي كامل الصراحه بالرجوله انا ما عرفتش ما نقول وبقيت مصدوم. تعاملكم شحال مو بالقوس الصراحه. من بعد ما قالت لي ديك الجنيه ديك الهضره كامله ما عرفتش ما نقول من بعد ديك الهضره، وبداو بزاف ديال الافكار كيطيحوا عليا. واش نمشي معاه في داكشي اللي قالت ونربح حياتي، ولا ندير فيها راني ماشي ساهل ونقول لها لا ما بغيتش؟ في ديك جوج ثواني فكرت في 100,000 سيناريو. قالت لي اش بان لك دابا راه حياتك غادي تبدل كامله، يلا جاوب. وانا نقول لها ما عنديش مشكل، ولكن كيفاش غادي تكون هاد القضيه ديال انت جايه على ودي؟ واش غير فاش نحتاج شي حاجه
غادي نطلبها ولا شنو؟ شنو البلان؟ شنو قصدتي بداكشي كامل؟ قلت لي انا مزيز باش نحقق لك الطلبات ديالك، انت غادي تكون ليا بوحدي وما عمر غادي تكون مع شي وحده ولا شي بنت وحده اخرى من غيري انايا، واللي حاولت تقرب ليها غادي نصفيها ليها وغادي تولي غير سميه، يعني غادي تقتلها. قلت مع راسي ناري على مصيبه، وليت بحال داك الحمار اللي دخل الغابه وشدو السبوعه رد دقه فيا وما كانش عندي الخشيه، غير دارت معايا هي الصواب وصافي، وما عرفتش علاش دارت الصواب صراحه. قلت لها صافي اللي بان ليك، ولكن خليني نمشي في حالي دابا، راه باقي ما قادرش نستوعب شنو واقع. قلت لي صافي، ولكن الا فكرتي باش تبدل هاد الهضره هادي راك غادي تندم بزاف. قلت لها واخا ما تخافيش، وخرجت. لقيت الدراري كاملين كيتسناو فيا، وجاتهم عجب دغيا تبعتهم. قالوا لي كدرتي ليها؟ وانا مرفوع وما فاهم والو، وكنقول اش هاد الوحله وحلت فيها، حتى من حياتي ترونات منين جبدت هاد الصداع هذا. قلت لهم غير يلا، حتى من بعد وغادي نعاود لكم كل شيء. في ديك اللحظه كنت باغي نمشي غير للدار ونعس مرتاح، ومن بعد نفكر في المصيبه اللي انا فيها. قلبت في جيابي باش نشد الطاكسي، وما لقيت في جيبي حتى شي ريال، وانا نقول لواحد من الدراري يعطوني فلوس باش نركب. خديت ديك 10 دراهم وغير بغيت نديرها في جيبي وانا نحس بشي حاجه فيه، وملي جبت ديك الحاجه لقيتها 200 درهم، وشكيت باللي راه هي اللي دارتها ليا تماك. جبتها وشافوها الدراري صحابي كاملين وكيسحاب لهم باللي راه غير كنتفلى عليهم. قالوا لي كيفاش انت دابا كطلب منا 10 درهم وانت عندك 200 درهم؟ ما جاوبت حتى شي واحد فيهم، وركبت في اول طاكسي وشديت الطريق لدار. غير وصلت للدار تلاحيت في بلاصتي ونعست نعسه وحده دوده، وما ضرباتني الفيقه حتى حسيت بواحد النفس قدام وجهي. غير حليت عيني لقيت الوجه ديالها قدامي وجالسه كتضحك. انا قفزت من بلاصتي وقلت لها اشنو بغيتي عندي؟ قلت لي ياك مرجعتي في هدرتك، وانا نرجع للواقع. وقلت خليني نرطب القضيه. قلت لها لا، ولكن راه باش نبقى نشوفك على غفله راه ما ساهلاش. قالت لي صافي ايوان تفطر. لقيت واحد الطبله عامره باي حاجه كنت نقدر نفكر فيها، وقالت لي بغيتي شي حاجه غير طلب. انا ما عرفتش ديك الماكله واش بصح ولا غير التخربيق ديالهم، داكشي ديال الجنون داكشي غير وهمي وما فهمش والو. قلت ندوق ولقيت داكشي عادي، لانني فكرت كون بغات دير لي شي حاجه خايبه كون دارتها قبل، يعني ماشي غادي تجي وغادي دير لي السم في الماكله. دفاك صافي هذيك كملت الماكله ديالي وانا نعاود نرجع لبلاصتي، وجات حدايا وجلسات وبدات كتقول لي نوض برك عليك من الناس. شفتها عاس الدور وانا باقي بحال غير كنحلم، كنفكر كيفاش غادي ندير نتفك من هاد المصيبه. هزيت التليفون ولقيت بزاف ديال لي ميساج من عند الدراري. هضرت مع مروان وقلت لي راه خاصنا نتقداو دوك اللعيبات اللي خاصنا باش نديرو داك البلان ونشوفو الشرط ديال داك العجب كيفاش غادي يكون. درت معاه في العشيه نتلاقاو مجموعين ونتناقشوا في هادشي كاملين، وديما كنفكر واش غادا تعيق باللي كندير هاد البلان ولا لا، ولا عقت بيا اشنو غادي دير. وصلت العشيه وهي النهار كله هي كانت في البيت ما تحركاتش وغير متبعاني بعينيها. انا كل مره كنهز عيني وخايف نشوف فيها وتعيق بيا، ولكن غير كنشوف فيها كتبدا تضحك وكتقول لي مالك خايف؟ وانا مع راسي كنقول يا ربي اشنو درت حتى طحت في هاد المصيبه. وصلت العشيه ولبست حوايجي وجيت خارج ودرت وانا نلقاها تابعاني. قلت لها اشنو كديري؟ راه غادي يشوفك بنادم. قلت لي لا ما تخافش راه كتشوفني غير نتايا. قلت لها راه هذا راه المرض، فين ما مشيتي تكوني تابعاني نتيا. بالرجوله زعمت ملي قلت لها هاد الهضره لحقاش راه كنت خايف بزاف، ولكن في الاخر قالت لي صافي سير وما غاديش نتبعك، ولكن ما تنساش هضرتي. وهي تبدا تضحك.